بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله راكم بخير. في هذه الفيديو تاع اليوم راح نوري لكم كيفاش الطريقة تاع تبديل تاع البوجيات تاع السيارة تاعكم، وهذه الطريقة فيما يخص سيارات أكل. واش أنا راي قدامي لهنايا شفرولي أبيو 2014، راح تقولوا لي يا عمي حميد شكون اللي ما يعرفش يبدل البوجيات؟ انا نقول لكم لا، راه فيها الطريقه ولازم الطريقه هذه تستعملوها باش اولا ما تتلفوش الاسلاك تاع البوجيات كي تجوا تنحوا فيهم. نبداو بالساعه بالطريقه كيفاش تنحي هذو يا خاوتي، ما تجبدهمش، ما تحكمش وتجبد ولا تحكم منه وتجبد، خاطرش راهم يلصقوا مع السخانه يلصقوا. واش لازم تدير؟ تحكم، شوفوا كاش ديروا، تحكم منا وتحكم تدور هكذا قبل ما تجبد. دور مليح دور مليح دور مليح، من بعد اجبد، خاطرش كون تجبدها ديريكت راهو السلك اللي راهو الداخل يبقى لهنا في الشمع ويفزد لكم ويفزدو لكم الاسلاك، والاسلاك الدورجين على بالكم راه مقلال، تروحوا تشرو اسلاك اخرين وقادر ما يحكموا لكمش. كاين حاجه اخرى خاوتي، ديما كي تجو قد بدلوا البوجيات وما شفتش، انا ربما ما شفت حتى ميكانيسيان راه يدير فيها، واشن قبل ما تنحوا لا بوجي ديروا نفس اللي هنايا داخل لا بوجي هنا هكذا. راح تقولوا لي يا عمي حميد وعلاه درت النفس؟ النفس نديرها خاطرش كاين التراب وكاين الاوساخ اللي راهي لداخل. انتم كي تنحوا الشمعه هذاك التراب من بعد كي تجوا تركبوا في الشمعه جديده، التراب هذاك راهو يطيح داخل السيلندر، والعدو تاع السيلندر تاع المحرك هو التراب، الغبره هذه مش عارف لكن تشوفوا فيها، هاي اللي هنا غبره، شوفوا اللي هنا، شوفوا كي نمسح هاي الغبره، هذه الغبره هي العدو تاع المحرك. تجرح راهي تجرح سيلندر والسيارات تاعكم، المحرك تاع السيارات تاعكم يعود ياكل في الزيت. مالا ديما قبل ما تنحوا البوجيات ديروا النفس، هذه حاجه. كاينه حاجه اخرى، هذه هاني مازال ما بديتش نحي في البوجيات، هذا السيد راه بدلهم وحده ودرك انا سالوه، خويا هذا البوجيات بدلتهم وحدك؟ اي بدلتهم وحدي انا عمي. صحيح. مالا يا اخي راه قالط. ايوه. ودركا نعلمك في الطريقه كيفاش تبدلهم. رايحين تقولوا لي يا عمي حميد كيفاش عرف بلي بدلهم واحد؟ دركا نقول لكم كيفاش. شوفوا كيفاش تتحرك. نقول راكم تشوفوا فيها. هاي البوجي تتحرك. وهذه راهي قالطه، قادر تتفتح وتطير البوجي وتخلي كومبان في الطريق، قادر تفزد له الفيلتاج تاع اللي راهو في الكيلات الداخل. دركا نحو هذه الشمعه ونفهمكم كيفاش دير. مفتوحه هاك، شوف كما راكم تشوفوا هاي مفتوحه، لقيتها مفتوحه خوتي كما راكم تشوفوا لهنا لا روندير تاعها، لاروندير تاع لابوجي هذه ماهيش بلات، كون جات مسيريه راهي تبلاطات. شوفوا هذه جديده لاروندير تاعها كيفاش مدايره، لازم هذيك لاروندير تحسوا بها في يدكم باللي وانتم تسيروا تحسوا باللي راهي تبلاطات. اول حاجه كي تجوا قد تركبوا لابوجي تاعكم الشمعه تاعكم هو ركبوها بيديكم، لا عاد تنقولوا ما قدرتوش تركبوها بيديكم جات غارقه، ركبوها في المفتاح. خوتي هذا محرك ديره قدامكم، انا باش نحطه في السياره تاعو. واش درك نشوفوا لهنا، انتبهوا للشمع، هاني واقف قد تشوفوا الشمع باللي دايرين هكذا. كي تجوا تركبوا فيهم ديما ركبهم هكذا، شقول مايلين مايلين لهنايا هاك، مايلين هكذا، خاطرش كون ديرهم قد هكذا وتصيروا راح تفزدوا الفيتاج تاعهم.
غشن. خوتي قبل ما تركبوا شبعة حطوا لهنا قطرة تاع زيت، قطرة برك هكذا فيها بركة، ومن بعد احكموها احكموها وركبوها. لهنا لي شابون، كي لي شابون ما يصلاصقا راهي تجيني ساهله باش نركبها باليد هكذا تيا. بصح انتوما كي تعود لي شابون راكبه تجيكم واعره، ديروها في المفتاح هكذا، والمفتاح كما راكم تشوفوا هكذا ادوه بجنب وتحسوا وسيروا تحسوا بها. قبل ننسى كاين هنا فيها الرونديل راك تشوفوا فيها، هذه لا رونديل كي تسيروا لازم تحسوا بها في يدكم تتبلاطا، بعد لازم تحسوا بها باللي تسيرها في يدكم. انكلينوا المفتاح هكذا تيا شويه ودوروا هكذا، كنت تحسوا باللي كوانسات باللي جات قاسيه نحوها كما هي مليحه وراه يدور المفتاح. ومن بعد ندور ندير تورنيفيس لهنايا هكذا وندور ونتحسس بها. ومن بعد هاي تحبس، هي تحبس ونزيدها ان كار دو تور، نزيدها ربع دوره. روح سيري تشوف ربع دوره خلاص برك، هذا هو السراج تاعهم. كي تسيروا هكذا تيا ما تخافوش تفتح، وما تخافوش باللي الفيلتاج تفزدوه سيرتو تاع الفيلتاج تاع الكولاس. خوتي بالاخير ان شاء الله استفدتم من هذا الفيديو، نقول لكم ما تنساوش تابوني في لاشين حامد ميكانيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في فيديو اخرى ان شاء الله.